بعد مشاركتهم في نشاطات أسبوع المواطنة، قوات الشرطة الوطنية تستمر حتى الآن في عمليات النظافة، حيث وقفت هذه المرة جميع الوحدات بمبنى وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمغتربين، وكان في مقدمتهم المدير العام للشرطة طاهر إرد طاهرو، وبجانبه وزير الخارجية والتكامل الإفريقي شريف محمد زين. وأثناء التنظيف وحرث الأعشاب التي أحاطت تماما بمبنى الوزارة، دعا المدير العام للشرطة إلى ضرورة المواصلة في هذا المنوال. يوم علينا فكرنا جينا في أفر ترانجير، عشان أفر ترانجير ده أشتر مهم، ومينستر حنا عشان ناس الدبلوماسيين كله بيجوا بيشوفوا، عشان ما يقول لنا ما لا يقولوا وزارة خارجية هنا كذا يقول بقنا وصل، عشان ده بس هدفنا أول أننا شلنا ولم جينا في الأفر ترانجير وقشينا وندفنا، وعن باكر بطل نمشي ممكن بقان آخر، لكن هنا أفر ترانجير مهم بلين. وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمغتربين شريف محمد زين أشاد بعمل الشرطة، وقال إن النظافة واحدة من الواجبات التي يجب علينا ممارستها في حياتنا اليومية، مقدما شكره لطاقم الشرطة الوطنية. هذه العملية منذ بدايتها في منتصف هذا الشهر قد انخرط فيها عدد كبير من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وأصبحت مساهمة قوية لعمد الدوائر بالعاصمة أنجمينا في تنظيف المدينة وإزالة الأوساخ المتكدسة فيها. على وقع المطر خرجنا هؤلاء النسوة وأخذنا بأيديهن المكانس لتنظيف شارع ملدون بدا عباس الكائن بالدائرة الرابعة مع رجال شرطة البلدية منذ الصباح الباكر، وسط تأهب نسوي صنعته الجمعيات النسوية التي قدمت المصلحة العامة المربوطة بالوطن على المصلحة الخاصة. المردي أنين شجعتنا وهي كل مرة مناضلة أنين أوين مناضلات، وجينا أنين قاعدين ننظفوا الشارع الكبير هنا شارع المردي. سمعنا النداء هنا رئيس الجمهورية وهرم رئيس الجمهورية سيدة البلاد قاموا عمطونا إكزامبل لهين قدام ده مرة ينمي ما فيه جميع ما في ليل ونهار ماري جايين علينا نحرمه اوين اخواننا قوم ننظفوا بيوتكم قوم ننظفوا الشارع. حملة النظافة هذه رغم كونها في يوم الإجازة الأسبوعية إلا أن نشاطها قد كان على أفضل وجه. ولا عندنا سبب ولا عندنا أحد، يعني الوساخة ده ما يوميا عندنا وساخة، والحسن مرقنا ليه ده كمان عندنا حملة هنا نظافة هنا جدا جمعنا الناس القاعدين في أبيني الأول بنارو أبيني ميري اللي اسمه أبيني مرضون بدأ بزة ندور الناس ده يساعدونا عشان الأبيني ده هو أبيني ده تاريخ ما يخلو يقعد وسخار. أي نادم عند دكان في أبيني ميري ولا عند بيت في أبيني ميري ده خليه نظيف علينا من بيتك إلى خيط البدرون. الكريك والمكانس والعربات هي كانت مستلزمات العمل بمعية التشجيع. بلل الملابس واتساخها هو كان سيد الموقف لهؤلاء الوطنيين في ظل وجود المشاهدين الذين اكتفوا بمشاهدة النهاية السعيدة لفيلم هذه الحملة دون الحراك والمساهمة ولو برفع ورقة واحدة.